مساء الخير مشاهدي يو تي في حلقة جديدة من برنامج هاتريك. نبدأ حلقتنا بأبرز العناوين. مدير قسم التدريب والتطوير في اتحاد الكرة وسام صليوة يوضح آلية الحصول على شهادة البرو. المدرب المصري حمزة الجمل يؤكد نجاح تجربته التدريبية مع فريق النجف في الموسم الماضي. مدربون يؤكدون لهاتريك تعاقدات الأندية مع مدربين أجانب حالة إيجابية تصب في مصلحة المسابقة. في هاتريك الليلة الأندية تلعب بورقة المدرب الأجنبي وتدير ظهرها للمحلي. شكرا. طبعا كانت هذه ابرز العناوين وراح نتناول جميع المواضيع المهمه اليوم. عندنا محورين، المحور الاول راح نتناول محور المدربين الاجانب اللي الان بدات الانديه بالتعاقد معها، وايضا المحور الثاني ما تمخض منه الاجتماع اتحاد الكره طبعا مع رؤساء الأندية العشرين ممثلين في دوري نجوم العراق. خل أبدأ مع آخر استعدادات البصرة لاستضافة تصفيات كأس العالم. ملعب البصرة طبعا اليوم كان هناك لقاء مع لطفي الجزائري مدير ملعب المدينة الرياضية في البصرة، وتحدث به عن جاهزية الملعب. مثل ما تلاحظون هذه اللقطات هي لصباح اليوم في ملعب المدينة اللي مثل ما تلاحظون أكمل. أكو لجنة إجتي وأكو لجنة راح أول لجنة إجتي طبعا يوم بداية هذا الشهر، واللجنة الثانية راح تجي يوم 20 من هذا الشهر، يعني 20/8 بعد 5 أيام. فالأعمال على قدم وساق في ملعب المدينة الرياضية ملعب البصرة الدولي لإكمال كافة التحضيرات لاستقبال مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026. بعض الأمور بها نواقص مثل ما راح نسمع عن على لسان لطفي الجزائري مدير ملعب أو مدير المدينة الرياضية. توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم الأخيرة خلال زيارة اللجان الأخيرة حددت فقرات مهمة، يجب فقرات حاكمة خلينا نقول يجب أن تنفذ خلال المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم لأهميتها ولقيمتها الفنية العالية. على هالأساس تشكلت لجنة تحضيرية بين وزارة الشباب والرياضة وبين محافظة البصرة وبين الشركة المنفذة لأعمال الصيانة. حددت الأعمال بجدول زمني، الأعمال ماشية بشكل صحيح لحد الآن وفق الفترة الزمنية المتبقية. الفقرات المهمة اللي كانت مطلوبة بالموضوع فقرة مضمار الملعب، فقرة الفار، شركة ميديا بروش الشركة المعنية والمعتمدة من قبل الاتحاد الآسيوي بتنفيذ الفار. زارتنا الشركة حددت ملاحظاتها مباشرين بالعمل وفق الجدول اللي قلنا عليه. قد يكون عندنا بعض الخطط البديلة مثل موضوع المضمار، مضمار الملعب اللي كان من المفروض يوم 30/8 تكون عملية التنفيذ جاهزة أو يكون المضمار جاهز. خلال زيارة وفد الاتحاد الآسيوي قالوا يوم 20/8 راح يزوركم الاتحاد الآسيوي يريد الملعب جاهز. إذا صار عندنا ضيق بالفترة الزمنية رحنا على الخطة بي اللي هي ينفرش مضمار الملعب بالفيل الصناعي إلى أن تنتهي المرحلة الأولى لعبات شهر 9 و10 و11 راح تتم أعمال المضمار بعد شهر 11. شكرا لي سيد لطفي الجزائري مدير المدينة الرياضية في البصرة. يوم غد راح يكون آخر يوم في الدورة التدريبية لشهادة البرو اللي يقيمها الاتحاد العراقي لعدد من مدربينه اللي دخلوا هذه الدورة من العام الماضي. الدورة طبعا مثل ما تلاحظون عدد من المدربين اللي كانوا حاضرين باليوم قبل الأخير، اليوم كنا متواجدين، وأيضا باليوم قبل الأخير وغدا راح يكون يوم الأخير لهذه الدورة بمشاركة جميع المدربين اللي يعملون في الدوري، دوري نجوم العراق والدوري الممتاز. احنا عازمين حقيقة كاتحاد كرة قدم بالتعاون مع الليغا ان يكون عندنا جدول خاص بالورش التدريبية. تعرف الدورات التدريبية مو هي يعني الكفاية، هي لايسنس مع تطور.
لكن في ورش تدريبية. زيادة لهذا الحافز المشاركة بالورش التدريبية، تعرف احنا عندنا قانون نفادية الشهادات التدريبية، يعني هذه الشهادة اللي راح يحصل عليها بدورة البرو هي نفاديتها 3 سنوات. طبعا كل الشهادات هسه راح يصير تقييم من 1/1/2025، كل الشهادات اللي يمتلكها العراقيين هي 3 سنوات. في هذه ال3 سنوات كل سنة يجب أن يكون المدرب حاصل على الأقل أو داخل ورشتين تدريبية، أقل شيء ورشتين، يعني لازم بال3 سنوات 6 ورش تدريبية، زائدا أنه على الأقل عامل في سنتين، خلينا نقول واحدة ما عامل سنتين يكون عامل بها، يلا يصير إعادة أعطاء الشهادة أو الإجازة مرة ثانية بنفس الفئة. في حال عدم تطبيق هذا المعيار تنزل، وهذه طبعا يعني ضوابط وتعليمات كل من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأوروبي نفس الشيء معمول. تنزل أو تسحب الشهادة؟ لا تبقى، يعني بمعنى أنه أنت اليوم عندك شهادة الأي ما طبق المعيار هذا اللي هي ال3 سنوات، بعد ال3 سنوات الورش التدريبية زائدا العمل بالأندية، البرو تبقى أي، الأي تروح للبي عفوا، أي لأنه بعد الأي تعتبر معها وهكذا يعني. دكتور خلي أجيك على نقطة أيضا مهمة هي بها ربط في هذا الجواب. هسا احنا في هذه الدورة التدريبية عندنا هم خيرة المدربين المحليين موجودين، لكن بالتالي اليوم الأندية توجهت نحو المدرب الأجنبي مثل ما شاهد، وحتى هم يسمعون بأنه ربما هم يتناقشون بيناتهم بأنه توجه اتحاد كرة القدم نحو المدرب الأجنبي في الأندية، بالتالي هذا كيف راح يحصل على فرصته وانت اليوم تبطي 3 سنوات ممكن ما يعمل بها، يظل قاعد بالبيت. اوكي انا بس انطيك فد معلومه انه 3 سنوات مو بس احنا عاملين بها، الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاسيوي، احنا نختلف دكتور، مئات المدربين عندنا مدرب كل العالم، الدورات مو كافيه، راح يقولوا لي معايشات مو كافيه، العمل مراجعه. انا من اليوم ارجع، انا كنت في وقت سابق مدرب، ممكن ارجع من التمرين او من المباراه وين اخطائي أراجعها. التدريب هو المهم، بمعنى احنا حتى بالمحاضرات ما ننطيهم تدريبات المشابهه للمباراه، يا اخي اشتغل على هاي التدريبات، والله سهله حقيقه سهله، شافوها هسه بالبرو، من انا اعرف احلل الفريق مالتي لازم انا اعتمد على محللين، اعرف احلل المدربين عفوا المباراه، اذا اعرف ايش راح انطي هدف وحده تدريبيه بالايام العاديه اللي راح اوصل الى شنو تصحيح الاخطاء بالمباراه، بالمباراه راح يكون عندي تصحيح اخطاء وين بالتمرين، اذا بالمباراه راح يكون عندي نتيجه. تقيم المدرب، اكو مدرب يطور نفسه اكو مدرب كسول، يجب ان يكون متابع. على ضوء الدوره، الكابتن حمزه الجمل المدرب المصري المعروف هو احد طبعا اللي حاضرين في هذه الدورة، وأتكلم عن تجربته، كان إلى تجربة الموسم الماضي مع النجف وقبلها أيضا مع نفط الوسط، تحدث عن هذه التجربة في الدوري العراقي وعن عروض تلقاها لهذا الموسم من أندية عراقية. نتابع تجاربك بالدوري العراقي يعني مع نفط الوسط مع النجف بشكل عام، من الناحية الفنية من الناحية التنظيمية يعني كيف تقيمها؟ يعني المرحلة الأولى كانت ممتازة ورائعة مع نادي حديث العهد بالدوري الممتاز، وكان النفط الوسط وكان مليء بالنجوم حقيقة، يعني بداية من نور صبري نهاية بالثلث الهجومي كرار وصالح زدير، كانوا لاعبين متميزين جدا جدا يعني، وأدينا كويس سواء في الدوري العراقي أو في آسيا، والحمد لله كانت تجربة ناجحة جدا، وتعاملت فنيا مع لاعبين يعني خبرات وأسامي كبيرة. التجربة الثانية بقى يعني كانت ممتازة رائعة، طبعا نادي طبعا هو النادي يعني الشعبيه الاولى في النجف، يعني كانت الظروف صعبه جدا، لا مش ظروف كتيره يعني على الاداره وعلى كناحيه فنيه كانت صعبه. اولا 99% من اللاعبين رحلوا، النادي كان عليه مديونيه، النادي ما كانش فيه فلوس، اداره جديده، وكله الانتقالات اللاعبين شبه انتهت بنسبه 80% أو 90%. الحمد لله كوننا فريق كويس يعني، ولاد صغار، جبنا محترفين كويسين، وحصل خطأ في السيستم، حازم المستوري ما تأيدش، بدأ يبقى فيه لاعبين، بدأ جالهم جهاز فني طبعا اسم كبير الكابتن غني شهد وباقي أعضاء الجهاز، يعني بصراحة يعني يستحقوا نادي النجف إن هو يكون في المركز ده، يستحقوا إن هم قدموا الحمد لله وكملوا المشوار اللي أنا بدأته، ويمكن انا بعد ما حققوا المركز الرابع
يعني كنت فخور جدا بتصريح الكابتن غني الشاهدي لما قال احنا جينا يعني بنشكر استاذ حمزه يعني او الكابتن حمزه يعني احنا نقول عليه كابتن، انما بصراحه كان احترام منه. اذا كانت عروض من الدوري العراقي هذا الموسم جات لي عروض يعني جالي كان حقيقه لما انا مشي جالي عرضين وكده، بس انا فضلت ان انا يعني مش عايز اذكر اسماء، ولكن جالي عرضين. وبعد كده في نهايه الموسم جالي برضو ثلاث عروض، بس انا قيمت الامور قلت انتظر شويه بحيث ان انا يعني في حاجات اولويات بالنسبه لي كنت لازم اعملها في مصر، واولويات ان انا اخلص الكورس بتاعي عشان يبقى عندي تركيز عالي جدا مع الفريق اللي همسكه، ما بقاش مشتت يعني. محور حلقتنا لهذه الليلة مع نزيه الركابي وحيدر محمد. مرحلة جديدة يعيشها الدوري العراقي، مرحلة غير مسبوقة في تاريخ المسابقة. مدربون أجانب حطوا رحالهم هنا، جاءوا متلهفين للعمل، توزعوا في عموم العراق. في العاصمة بغداد يتواجد القطري وسام رزق لتدريب الصقور، والمصري هيثم شعبان مدربا للكرخ. وفي البصرة حطت طائرة المدرب الأسباني بابلو جرانديز مدربا للميناء، والكرواتي بناديتش جاء مدربا لكرة نفط البصرة، فيما استعانت إدارة كربلاء أيضا بالمدرسة الأسبانية عبر المدرب كارلوس هرنانديز. وفي شمال العراق يتواجد المدرب السويدي مسعود ميرال تحت يافطة توك، وطيب الذكر البرازيلي فيرا في السليمانية مدربا لنوروز. وفي زاخو يقطن المدرب القطري طلال البلوشي للموسم الثاني بين أهله في مدينة الخابور. طفرة نوعية غير مسبوقة يشهدها دورينا في موسمه الجديد، وخطوة حتما سنجني ثمارها بعد حين، لكن للأسف الشديد راح البعض يشكك بها ويحاول رجمها بما يحمل، حتى خيل لنا إن أنديتنا تعاقدت مع مدربين في لعبة السكواش، ولم أجد تفسيرا منطقيا لتلك الشكوك غير إنها شكوك من أجل الشكوك لا أكثر. ورسالتنا للمشككين إن تعاقد أنديتنا مع مدربين من الصف الأول يعد ضربا من ضروب الخيال، فالبداية السليمة مفتاح النجاح، ونحن بدأنا وننتظر أن نجني النجاح. شكرا لنزيه وحيدر، ورحب بضيوفي في هذه الحلقه كل من الكابتن حيدر عبيد، اهلا وسهلا بك مدرب المساعد فريق الزوراء، ورحب ايضا بالاستاذ حسين الخرساني مدير اعلام دوري نجوم العراق، اهلا وسهلا بك استاذ حسين. خلينا نبدا وياك كابتن حيدر، زملائك المدربين يمكن شفت البعض منهم، البعض ما اريد اعمم على الكل، لكن القسم منهم يقول لك لا احنا كان المفروض انهم هسه يستعينون بالمدربين الاجانب، ينطون فرصه للمدربين المحليين، وعلى الاقل الموسم القادم انه يكون هناك الاستعانه بمدربين اجانب. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بالبدايه تحيه لك ولجميع مشاهديك وبالاخ العزيز ابو طيبه. الله يحفظك. مثل ما تعرف يعني هذا التحول الاخير اللي صار بالدوري العراقي، يعني احنا مقبلين على هاي ممكن السنه الثانيه في دوري المحترفين، كل المدربين اللي عاملين بالدوري العراقي بالاضافه للجماهير الرياضيه احنا مع التطور، ومع اي مدرب اجنبي يضيف كفاءه فنيه او لمسه فنيه للدوري العراقي، لكن البعض ممكن انه التفسيرات ممكن مختلفه، انا اشوفها في يعني في اتجاه معين، ممكن ابو طيبه يشوفها في اتجاه اخر، ولذلك
بعض المدربين اللي موجودين الآن بالدوري اللي عاملين يعني المواسم السابقة شوية صار يعني نوع من نقدر نقول عليه مثلا عدم الرضا على أنه وجود مجموعة من المدربين الأجانب بالفترة الحالية باعتبار أنه ما أعطيت الفرصة الكافية لبعض المدربين الشباب اللي كانوا ناجحين بالمواسم الماضية. ممكن أنه اختيار المدرب يجب أنه من يعني يكون على فقط الجنسية، يجب أنه يكون أنه مدرب ناجح أو مدرب فاشل، هذا حسب السيفي، هذا ما يحقق من النتائج الإيجابية. فكنا احنا كليتنا مع انه اي مدرب اضافه خصوصا المدربين العالميين الكبار لما يتواجدون بالدوري بالعكس راح يضيفون اضافه فنيه، لكن بعض المدربين ممكن انه بالفتره الماضيه حتى بالموسم الماضي بعض المدربين ما حققوا النتائج الايجابيه وممكن فرقهم كانت تنازع الهبوط، ولذلك انا ما اجي احاول انه اعطي فرصه ثانيه وثالثه لبعض المدربين اللي ما قدموا شيء مو على حساب انه بس مجرد انه مدرب محترف. زين هسه البعض يقول لك انا ليش اليوم يجيبون مدرب اجنبي؟ زين المدرب المحلي وين راح يروح؟ وين راح يدرب؟ لا هو هي الفرص كثيره، الفرص وخاصه موجودة. هسه قرار اتحاد بانه المدرب اللي يتم اقالته ما يدرب دوري النجوم العراقي، يذهب الى الدوري الممتاز، دوري الدرجه الاولى، حتى انه هاي ينطون قوه لهذا الدوري. لا هي بالفترة الأخيرة والسنوات الماضية اللي صار أنه تدوير المدربين هي اللي أوعزت للاتحاد أنه يصدر مثل هكذا قرار، ولذلك بعض القرارات ممكن تكون موجهة للإدارات، لأن أنا أتذكر أنه يعني طلع أنه ما يحق للمدرب أنه يدرب أكثر من نادي، لازم ينتقل إلى دوري أدنى. هذه القرارات ممكن أنه مفاجئة كانت بالدوري العراقي باعتبار أنه بعض المدربين ممكن خلال الموسم يدرب فريقين أو ثلاثة، وكانت طبيعية باعتبار السنوات الماضية كان هذا النهج اللي موجود. فالآن بعد وجود مجموعة من المدربين المحترفين أكيد فرصة المدرب المحلي راح تقل، لكن نتمنى أنه من المدربين العاملين الآن بالدوري هو كأنه راح يصير تحدي بالنسبة للمدرب المحترف والمدرب المحلي في سبيل أنه من يظهر كفاءة أكثر، يحتاج أنه اجتهاد أكثر في سبيل أنه نطلع بمحصلة أنه نرفع مستوى الدوري العراقي إذا كان بالمحليين أو بالمحترفين حتى نوصل إلى مرحلة متطورة، خصوصا وإحنا مقبلين على يعني مباريات تصفيات كأس العالم. أستاذ حسين أهلا وسهلا بك، مساء الخير عليك. أنا أقول كل ما شخص أنه يكون جيد يقدر يأخذ فرصة، صح لو لا؟ أكيد طبعا. ويمكن بهذا الدور الموسم القادم اللي راح يكون مدربين 9 مدربين أجانب، هذا رقم أنا أقول قياسي في الدوري العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي أبو مريم وتحية للكابتن مكرر، ونبارك له أيضا مهمته الجديدة ونتمنى له التوفيق مع فريق يعني الأثير إن شاء الله والتوفيق الدائم. أعتقد يعني هو الآن يعني 9 مدربين من أصل 20، أعتقد أنه حتى أدنى من النصف يعني بدرجة ربما، وأعتقد هذا الرقم يعني ما راح يشكل نقطة سلبية في تاريخ المسابقة. خطوة غير مسبوقة بتاريخ. نعم خطوة غير مسبوقة طبيعي جدا، يعني أنه الأندية تبحث عن من يعني يضمن لها البقاء أو الاستمرار في المنافسة إذا ما كان لديها هدف الأول أو الهدف الثاني أو الهدف الثالث. هسه خاف أقول ظاهرة صحية أكيد ظاهرة صحية من انتقاد الأولمبي زعلانين، هسه إذا أقول ظاهرة صحية هسه البقية هم يزعلون. لا لا إحنا الكرة العراقية أبو مريم، الكرة العراقية أحوج ما إلى الآن هو تبادل الخبرات. نعم قد يعني الفرصة الحالية قد تكون يعني ذات نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لبعض المدربين، لكنه راح بالتأكيد إذا كانت هناك مواظبة ودراسة على مباريات الدوري والحلقات الدراسية اللي راح تعملها الليغا وفق البرنامج المعد لمباراة الدور الممتاز للمدربين غير العاملين، أنا أعتقد أنه هناك الكثير من الإيجابيات راح تكون في هذا الشأن. نعم انت قد لا تسنح لك الفرصة بالتواجد مع المدربين في دور النجوم العراق، لكنه بالتأكيد ستسنح لك الفرصة بتبادل الخبرات. انت الآن يعني احوج ما يكون المدرب العراقي إلى هو الاستمرار بوتيرة مع ما تطور الكرة العراقية، وهذا ما يقر الجميع سواء الرافض للقرار او الممتعض، ليس الرافض، الممتعض من القرار او المؤيد للقرار، لأن هناك ستكون مدارس جديدة. شوفوا احنا عندنا يمكن ربما أكثر من مدرستين أو 3 مدارس موجودة في الدوري، وهذا شيء إيجابي. هناك مدارس عربية، هناك مدارس أوروبية، هناك مدارس أفريقية أيضا إذا كانت موجودة، فأعتقد بهذا الشيء راح يصب مصلحة الكرة العراقية، راح يصب في مصلحة الأندية، في الاستقرار، في توسيع مدارك اللاعب، وهذا مهم جدا في هذا الموضوع. هذا ليس انتقاصا من المدرب المحلي، يعني هو فشل في توسيع مدارك اللاعب، لكنه هناك الكثير من أسرار الكرة العراقية، أسرار الكرة
قد يعني لم تصل إلى المدرب بشكل أو بآخر، قد تصل من هذا المدرب أو ذاك، وبالتالي هناك تبادل خبرات يكون إيجابي. بس البعض يقول لك إنه مثل ما يقول لك إنه هذا الموسم ما راح نشتغل، إذا بقت الأندية بهاي البحبوحة المالية، بهاي البحبوحة المالية اللي هم هسه الله أعلم شو كان راح تقطع الحكومة بعدين كم سنة، زين وراها مش راح يسوون. بالعكس يعني هو التطور الحاصل الآن هو نعم احنا العام في السنه الاولى احنا ما راح نشتغل هذا الموسم، لا هذا الموسم هو يعني هو العمل ليس بالجمعية. يعني اكو مدربين انا اقول لك يا كانوا يدربون الصبح نادي وبالعصر نادي، بالعكس يعني الكثير من الناشدات سواء هنا في منبرك الكريم او في جميع المنابر الاعلاميه لم اشاهد رايا اجماعا بالكل على انه لابد ان يتخذ اتحاد الكره قرارا بمنع صح. التدوير الان عندما يحصل هذا القرار نشهد هناك بعض الامتعاض من هذا القرار، وهذا شيء طبيعي جدا. انا اشوف يعني قد هناك لابد ان يكون هناك متضرر من الحاله، لابد ان يكون هناك امتعاض. بالعكس انا اشوف الموضوع موضوع تطور الكره العراقيه الان قد تكون في بحبوحه الان نتيجه الدعم الكبير من دوله رئيس الوزراء والحكومه والمحافظات بالنسبه للفرق، وهذا شيء اعتقد هو الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه ربما راح تكون اكثر، الخطوه الثالثه عندما تشكل رابطه دوري المحترفين راح تكون هناك الكثير من الافاق للمدرب المحلي. نعم قد تكون هاي السنه يعني غير موجود انت، وقد لا قد تكون موجود. يعني احنا لا يمكن ان نشطب الان بالحبر الاحمر على جميع مدربي المنتخب الوطني، قد تسنح لك الفرصه بعد عده ادوار، وهذا شيء وارد جدا في عالم كره القدم. مدربين كبار على مستويات عاليه سيارهم الذاتيه يعني تخوف لكنه غير موفقين، اربع ادوار خمسه ادوار ممكن قد ما حال في الحابه، وهذا موضوع طبيعي جدا. زين لا انا اضيف على كلام ابو طيبه، احنا لما نريد نرفع من مستوى المؤسسه الرياضيه احنا يجب انه نرفع مستوى المؤسسه الرياضيه بكافه الاشخاص اللي يعملون، مو احنا لما نريد نرفع مثلا مستوى الحكام حتى بعد ما نحتاج ممكن بالمستقبل حكام اجانب، نرفع مستوى المدرب من خلال مشاركته في بعض المعايشات اللي تكون مثلا، ويمكن قبل ايام هم طلع الكابتن ولي كريم تحدث بهذا الموضوع انه الموضوع المادي ممكن انه المدربين يتحملونه، لكن مثل ما تعرفوا الانديه العالميه اللي معروفه اللي تريد يعني تسوي وياها مثلا معايشه ما يعني موافقات، ما يعني هاي الموافقات الرسمية وموضوع الفيزا والسماح، بما أنه ممكن سالح حسين إن أنا موجود بالمكتب الإعلامي وقريب على اتحاد كرة القدم، يجب أنه تكون بعد نهاية كل دوري مثلا أكو فد 15 مدرب أو 20 مدرب من الناجحين ممكن أنه يكونون في دورة تدريبية أو مثلا معايشة مع أحد الأندية، حتى تكاليف الموضوع أنه يتحملها المدرب جدا طبيعي. لكن تعرف الموافقات مع الأندية نقدر الخمسة الأولى في أوروبا هاي ممكن المدرب للتدريب ما يخليك تدخل، خلينا نكون واقعيين. فنتمنى انه بالمستقبل تكون اكو فد نقله، ولذلك بعض المدربين يقول لك مثلا انا متواجد بالعراق، اولا لا عندي مثلا فرصه اقدر اطلع اطور من نفسي، ولا اقدر انه انا اروح احصل فد معايشه في بلد مثلا من الدوريات العالميه، وشيء ثاني بعد ذلك القرارات ممكن المجحفه اللي ممكن بعض اعضاء الاتحاد يصدرها لبعض المدربين ممكن تكون سبب في عدم يعني وجوده بالدوري، ولذلك احنا نتمنى انه لما نريد نرفع مستوى، نرفع مستوى الاعلامي ونرفع مستوى الحكم ونرفع مستوى المدرب ونرفع مستوى اللاعب حتى نوصل لمرحله مثل ما موجوده الان القطر في بطوله كاس الخليج، يمكن قالوا المؤسسه الاعلاميه هي من افضل المؤسسات اللي دارت كاس الخليج، صح لو لا؟ باعتبار انه عندها مجموعه من اساطير بالاعلام، مو بالاضافه الحكام الان يحكمون في كاس العالم، المدربين بعد ما انتهى هذا الموسم اكثر من 20 مدرب محلي قطري هم بالدوريات الخمسه الاولى رايحين معايشه تقريبا اكثر من 20 يوم، احنا نتمنى من انه الاتحاد انه يحاول انه يسوي يعمل فقره من هذه الفقرات حتى نقدر نرتقي بواقع المؤسسه. يعني المنهاج المعد لتطوير الكفاءات الاداريه القانونيه الاعلاميه التدريبيه الموجود يعني للاسف الشديد يعني اكو تضبيب عليه بشكل كبير جدا، لكن لو شاهدته والله العظيم تشوف اكو عمل وتخطيط للمستقبل كبير جدا، والعمل على تطوير الكفاءات. شوف احنا هسه كاعلام عندنا دورتين، ودورتين مع اللاليغا في بغداد راح تكون، القانونيين راح تكون هناك دوره، الاداريين راح تكون دوره، المداريين راح تقول دوره، التسويق راح تكون دوره، ومستويات عاليه جدا. راح يكون وفد من اللاليغا موجود الاسبوع المقبل او بعده، وكل راح تدخل دورات للانديه، لانه محور العمليه هو الانديه، ابو التسجيل راح يدخل دوره التسجيل،
جديدة ومعلومات جديدة وفق اللائحة المعدة، كل التفاصيل الموجودة، كل العناوين الموجودة الآن في منظومة كرة القدم اللي تعمل في منظومة كرة القدم العراقية راح تشوفها تدخل دورات عالية المستوى، عالية المستوى، يعني مو يعني مو يعني دورات لإسقاط فرض، عالية المستوى، امتحان كفاءة بها، معلومات جديدة. فأنت من تطور هاي الكفاءات اللي عندك بالتأكيد راح تطور المنظومة بشكل عام. والموضوع هو قلت لك احنا يعني سنة أولى رغم كل الأرباك اللي صار لكنه نعتبرها سنة ناجحة، والسنة الثانية راح تكون بالتأكيد وفق المخطط له راح تكون على مستوى عالي، ولابد أن ننشد النجاح اللي نريده احنا. هو التوجه سأل حسين بس لأن الفترة الحالية الآن بعض المدربين ممكن عام أو قبل سنتين ثلاثة هم كانوا عاملين وكأنه رقم صعب بالدوري العراقي، لكن لما صار التحول لي توجه للمدربين المحترفين ممكن قلت الفرصه مالتهم خلال الفتره الحاليه، لذلك نتمنى انهم يطورون حتى يكونوا هنا سؤال كابتن. انا حتى لا نطلع من الموضوع ايضا حتى افتح الموضوع الثاني محور تطوير المدربين اللي اتكلم به انه الدورات وموضوع الليغا. اليوم خطوه انا اشوفها ايجابيه، 9 مدربين اجانب في دورينا، الدوري السعودي 18 مدرب يعمل بالدوري دوري روشن دوري المحترفين السعودي. احنا جبنا 9 جبنا لا بعض المدربين زملائك لا يقول لك لا هاي الخطوه احنا ايش راح نسوي. زين هذول المدربين راح يستمرون ما يستمرون هذا موضوعنا، اريد هذا اتحدث به اليوم وافتح هذا الملف. لا احنا قلت لك انا بدايه الحديث قلت لك احنا مع كل نقله تنقل الكره العراقيه تطور اذا كان مدرب واذا كان اداري واذا كان رئيس مؤسسه هذا نتمناه، لكن احنا اللي موجود بالدول الاقليميه المحيطه خصوصا بالسعوديه انه عندهم مجموعه كانت كخطوه اولى احنا جبنا ذوله ممكن مو اي احنا اللي موجود الان بالدوري السعودي احنا لحد هاي اللحظه استاذ داود احنا ما عندنا اهتمام بموضوع الفئات العمريه، احنا ما عندنا مؤسسه رصينه للفئات العمريه بالانديه تعتمد عليها بحيث انه ما عندك مشكله انت حتى لو كانوا المدربين المحليين الان لو عاملين مثلا في دوري الفئات العمريه، الان اغلب المدربين العالميين بداياتهم هي كانت مع الفئات العمريه مو، فاحنا كنا احنا ما عندنا احنا الان كل تركيزنا هو الفريق الاول مو حتى بعض الانديه ما عليها اهتمام بصحيه الفئات، ولذلك احنا كنا نتمنى انه قبل هذه يعني بعد نهايه الموسم انه يصير فد نقله نوعيه بالنسبه للمدرب المحلي انه يروح فد معايشه يروح فد تجربه اخرى في سبيل انه اولا الفكره يتغير، شيء ثاني ممكن يواكب التطور حتى لما يجي هذا راح ينعكس على مستوى تدريب. اكثر من مدرب خابرني وقال لي لا احنا هذا الموضوع هذا القرار، وحتى موضوع انه تعمل اليوم لك فرصه واحده فقط في دوري المحترفين واذا تريد تروح دور الممتاز. لا هو معترضين على هذا الموضوع. لا هو هذا القرار احنا معمول به مثلا في كل الانديه اللي موجوده مثلا الدول المحيطه بالعراق. احنا ما لنا علاقه انا جزء هذا القرار انا طلعته من يمي، بس انا طلعت هذا القرار، انا كاتحاد اليوم طلعت هذا القرار. هذا القرار اذا كانت دراسته فنيه يصف في مصلحه اللعبه مثلا، يصف في مصلحه المؤسسه، اذا كان يصف في مصلحه المؤسسه فاحنا كل المدربين ممكن انه يكونوا وياه، لكن ممكن انه راح تكون فترة مؤقتة بعد ذلك ممكن أنه تحدث بعض الثغرات، ممكن يجي مدرب ويجي مدربين. إحنا صار عندنا بالموسم الحالي كنا معاولين على أنه دور محترفين والمدربين يجب أن يكونوا كليتهم يمتلكون شهادات، لكن صارت بعض الخروقات مو سادة سين في بعض الأندية ممكن أكو بعض المدربين ما عنده شهادة بي لكن درب في دور المحترفين. أكو تحايل خايفين أن هذا التحايل الآن حدث التحايل أستاذ حسين أنا أوصل لك فكرة. لا واصل الآن بعض الأندية مشخص يموتوا نفس الحالة هم راح لا بس انا اقول لك حتى ما اريد اذكر هسه الانديه معروفه وجايبين همينا مدربين. زين سؤال هنا المدربين الاجانب اللي تم التعاقد معهم عندهم شهادات برو؟ اكيد طبعا. لا تتصور انه اكو عامل بالمنظومه هم راح يصير الآن. تحايل لا مدربين لا اجانب بس سواء كانوا عرب لا الاجنبي ما يتحايل لانه هو جاي مسلح بكل التفاصيل الليسنس مال الشهاده التدريبيه اللي عنده، فهذا موضوع يعني مفروغ منه. كان هو هذا الشرط مال انهم شهاده البرو يعني شهاده البرو ترى عائق امام مؤمن سليمان بالتجديد للشهاده. نعم شهاده البرو عندنا بس احنا عندنا شويه صعبه لانه اكو كب كان بعيد جدا عن المدرب العراقي وعن الشهادات التدريبيه، بحيث المدرب العراقي بالفترات السابقه ما كان يعني يعطي اهتمام كبير جدا للشهاده، لانه انت تعتزل التدريب مع جل احترام لكل اللاعبين اخوتي واصدقائي تعتزل التدريب راسا تروح تستلم حتى لو عندك سي، لكن هاي المعايير اللي الان الموجوده اعطت اهميه للمدرب
اعطت اهميه للنادي، اعطت اهميه لكل التفاصيل الاخرى اللي موجوده بالمنظومه الكرويه، اعطت احترام كبير جدا. انت ما ممكن تجيب مدرب يقود فريقك، يعني مع احترامي قلت لك كل الاسماء اللاعبين الدوليين انه ما عنده تجربه كبيره جدا وغير حاصل على هي احنا سير. تبقى الاولى بس ابو مريم خلاص انا مسيطر على الفريق. حيدر كابتن حيدر عنده برو، انا ما عندي برو بس انا متعاقدين وياي، اروح اجيب حيدر اخليه كمدير فني وانا اللي اقول مشخصه، قلت لك مشخصه هيك فرقه مشخصه لا لا قليله جدا، السنه قليله جدا، يمكن واحد او اثنين انا لا حسب لا. معلوماتي لا اثنين لا. ما نعرف حتى بدون لا ذكر الاسماء ونعرفها مشخصه لا تتصور اي صار اكتب لك اياهم كمل مشخصه ايه؟ ومعروفه جدا وراح يصطدمون بالمعايير الاخرى الملازمه اللوائح الملازمه للدوري راح تصدم بها. راح اقول لك شيء باللائحه الاعلاميه المعده للموسم المقبل، اللائحه الاعلاميه المعده للموسم المقبل لزاما على المدرب الفني المدير الفني ان يحضر المؤتمر الصحفي. اذا كان هناك تحايل في هذا الموضوع فما ممكن انه المدرب المساعد او الشخص اللي احنا متفقين على عدم ذكر اسمه انه يجي يقدر يوصل لك التحليل المنطقي او الاسباب المبررات المنطقيه لخساره هو جاي يقننون الحيله، هيك اريد اقول اكو حيله شرعيه يعني بس هذول بس هذول الاربعه اللي اذكرهم هسه صح لو لا؟ لا بس اثنين لا هذا لا لا هذا الثاني موجود عدة. لا هذا عده لا حتى هذا ما عنده برو هسه راويه ما عنده برو لا ما عنده برو هسه انا احكي لك اياه ما عنده برو يعني هذا بس هذا الموضوع هذا الموضوع مشخص قلت لك وهو موضوع يعني مسؤوليه اللجنه الفنيه ويجب ان مثل ما يعني ما رسلت على المدرب المحلي يجب ان يسوق ايضا يسوق على المدرب العربي او الاجنبي على كل التفاصيل حتى المدرب الاجنبي ما اعتقد انه لابد ان يحصل على معادله شهادته سواء كان اوروبي او سواء كان افريقي يعادل شهادته مع الاتحاد الاسيوي وبالتالي يشوف وين هو واصل ان يحصل على على درجه البرو اللي اهم معايير الدوري الموسم المقبل. فاعتقد هذا الموضوع مشخص وراح يتم الحلول له بشكل واضح جدا قبل انطلاق الموسم يعني. زين كابتن هذا الموضوع اللي تكلمنا به الحيله الشرعيه احنا العراقيين ابطال العالم بالحيله الشرعيه ترى وبعض الفرق اي والله صح احنا شوف يعني ترى يعني حتى دستورنا ترى حتى ما عنده برو بالضبط لا هي هاي ترى لا انا حكيت ويا اداره هذا النادي قلت لهم يابا ترى مدربكم ما عنده صار حديث ثاني مدير مكتب الاعلامي صديق واخ عزيز قال لي لا راح نجيب استثناء هم بكل عقلهم انه راح يجيبون استثناء لا ممكن بالمستقبل ممكن انه يصير اكثر من هذا العدد انا وجهه نظري يصير اكثر اي استثناء ماكو خذها من عندي ها اي استثناء ماكو واذكرك واني مسؤول عن كلامي راح اسال وأذكرك والله ابو مريم اليوم ايش قد ابو مريم انا مسؤول عن كلامي اذا حصل مدرب اسمعني 15 8 ساعه 11 و33 دقيقه هي الحلقه غير مسجله وموجوده وباثها على اليوتيوب وعلى كل السوشيال ميديا اذا حصل مدرب استثناء في دور الموسم المقبل قل لي حسين انت لا كلام يعني قبل بداية الدوري كابتن ها قبل بداية الدوري ولا حتى بداية الدوري ولا نهايته ولا يعني من الان من الان اي استثناء ماكو شلون هذول راح يدربوا هسه شلون هذا كلام انا ما احكي من عندي هذا كلام يعني كلام سيد رئيس الاتحاد لا يوجد استثناء لاي مدرب والا ما خلينا معايير ليش مخلي لائحه انت مو بطيب على شنو مشتغل الانديه اللي يتحدث بها هم مقعين مع مدربين يعني لحد اي هسه اكتب لك اسمهم همينه هذا سألني هذا السؤال اي مو راح يسوون الحيله الشرعيه مو راح يسوون الحيله الشرعيه اذا مدرب يرتضي ان يكون مساعد فهذا مشكلته بهذا الشكل انه يكون يعني يكون مساعد بهذا الشكل يقبل على مود انه هو يسجل هو هذا اللي معمول به ابو طيب اي بس ما يسجل ابو كرار ما يسجل لو تنقلب الدنيا ثانيا في التسجيل الجديد الان في النظام الجديد يعني يرفض راسا ماكو يعني يبقى ما ادري شنو ينتظر وما ادري شنو راس الرفض راس الرفض صح لو لا صح لو لا ها سيد الكرس ما هذول صح هذول اربع مدربين نطيتك واربع انديه هذول اذا اساني هذول ما عندهم شهادات برو اي صح لا ما انا اقول لك ماكو دوره هسه اكو دوره بالشهر التاسع ممكن راح يدخلون هم حيله هاي يعني قبل بدايه الدوره حسب المعلومات اللي عندي طبعا اللجنه الفنيه جايه تشتغل شغل إيه؟ حقيقه يا بد ان نشير لها بالثناء والشكر لخاصه الدكتور وسام صليوه يعني جاي يشتغل بشكل جاد
لتطوير المدرب ومواكبته لكل الـ 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 لا هو الرجل مجتهد يعني مجتهد بشكل كبير يعني عده يطوي ساعات الليل والنهار من اجل ان يصل الى الشكل المطلوب عده هسه انا اعتقد انه عده دوره بالشهر التاسع اكو دوره نعم يعني حسب المعلومات الوارده أيوة. وراح كل اغلب المدربين انا قدمت على الدوره ما قبلني هو قال لا لازم بس نام كنا لا مو اكو فقره هو مستحصل فقره انه اللاعب المنتخب الوطني حتى لو عده بيه ولاعب منتخب وطني وعده يعني عدد من المباريات الدوليه ممكن انه يجتاز الاي ويدخل الرسن البرو لا انا عندي مستحسن الموافق بس انا مو كنا بالكرخان ويعني احمد عبد الجبار فكان مرشح فقط واحد من النادي بالضبط يعني معايير يعني هو بالعكس الرجل متعاون جدا مع المدرب ارجع لك للمعايير الاعلاميه اللي تكلمت فيها جدا مهمه اكيد طبعا كل اللوائح مو فقط الاعلاميه طبعا راح اقول لك شيء يعني خلال صار اكثر من 10 ايام عمل دؤوب المسابقات الانضباط الاستئناف يعني الدور المحترفين الاعلاميه عمل دؤوب ل يعني صناعه لائحه مهنيه عاليه المستوى بشكل كبير جدا حتى في مباراه الدور الممتاز حتى في الاولى حتى في الثانيه يعني معايير منظمه تنظم لك العمليه بالكامل وليس فقط الدور الممتاز ليس فقط دور المحترفين الدور الممتاز ايضا اليوم ايضا كان هناك لقاء سيد رئيس الاتحاد أعضاء الاتحاد النائب الأول والسادة الأعضاء مع الدور الممتاز وأيضا كانت هناك لوائح أنت من توصل لهاي المنطقة وتحس أنه الدور الممتاز أكو لائحة تحكمه أنت وصلت إلى أنه وضعت قدمك على الطريق الصحيح بالإضافة إلى الدور الأولى بالإضافة إلى الدور الثانية الكل خاضعين للوائح الكل خاضعين للوائح لائحة هي اللي تحكم بعد ماكو الدور الممتاز الآن أقر بدوري عام دوري عام 20 فريق 20 فريق دوري عام من 20 فريق وحالة حالة دور المحترفين بمعايير فار بمعايير أقل ربما من دور المحترفين لكنه يعني تقترب إلى حد كثير من دور المحترفين يعني هاي تفاصيل فنية أخرى ما أعرف عن التفاصيل حتى لا أكون مسؤول عن كلامي لكنه أنا أحكي لك دوري عام 20 فريق كل التفاصيل الموجودة محترفين 5 يعني يحق لهم مشاركة 4 صور أو أكثر هيك لكنه الأهم أنه إحنا وصلنا الآن إلى تنظيم دوري الدرجة الأولى دوري الممتاز بدوري عام وهذا شيء مكسب يكسب الكرة العراقية على اعتبار أنه هاي الخطوات راح تساعدك أنه تصل إلى الهدف المنشود وهو تأسيس رابطة محترفين قوية ومهنية وتضم الفرق الدوري الممتاز ودوري هذا 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 النقطة هسه كل زملائك هسه اللي المدربين ما حالف الحظ في دوري النجوم العراق هو دوري ممتاز همينا قوي راح يكون منظم 20 فريق مش يريد المدرب همينا راح يكون دوري على طول الموسم مو فترات وتجمع ومجموعات وكذا لا شوف هم كل المدربين العاملين بدور المحترفين لما ينزل الى مستوى الدوري الممتاز يعني شوي يحس بنوع من يقول لك ما اريد انزل تحت هذا الليفل مثل ما نقول في سبيل انه يبقى اسمي في دور المحترفين ممكن انتظر احصل فرصه افضل لكن مع العلم ممكن انه انت تشتغل في دوري الدرجه الاولى تحصل فرصه ممكن انه تعيد لك فريق او فريقين لدور المحترفين اولا يحسب لك هذا باعتبار انه انت محقق انجاز الشيء الثاني ممكن انه الدور الممتاز يعني نقدر نقول عشوائي متعب اكثر من الدور المحترفين باعتبار انه مجموعه اللاعبين اللي تمتلكها مو مجموعه عاليه مثل ما موجود بدور المحترفين ولذلك بعض المدربين ممكن انه شويه يتحسس من هذا الموضوع يقول لك انا لازم ابقى في هذا المستوى العالي اللي هو دور المحترفين حتى ممكن ما اقدر انه انزل للدرجه الاولى ممكن الدرجه الاولى ما انجح فيه ممكن بعض المدربين يتخوف من عدم النجاح انا هسه اللي جاي سمعه من استاذ حسين يعني اتحاد صارم بهذه القرارات وما راح يتهاون بها لا موضوع انه اليوم الاستثناء من ناحيه شهاده البرو ولا موضوع انه التدريب مره واحده فقط راح يكون في دوري المحترفين تريد تدرب اجاك عقد روح لدوري الدرجه الممتازه لا هو هذا يخليك امام تحدي انه يجب انه تجتهد يجب انه تبحث عن معلومه يجب انه في بدايه الموسم ان تختار مجموعه من اللاعبين تأدي لك ما أنت ترسمه بالمستقبل أما إذا كانت الخيارات عشوائية والإدارة تختار على حساب المدرب والمدرب يجي للفريق ما يعرف شنو وضع الفريق بعد ذلك لما ما يتوفق أول ما يطلع يقول الإدارة استقطبت اللاعبين أنا ما أتحمل مسؤولية لكن إحنا نتمنى أنه من المدربين إذا كانت فرصتك مع الدور الممتاز أو دور المحترفين يجب أن تترك بصمة أينما تكون موجود اترك بصمة بعد ذلك أنه تنجح لازم تنجح لازم يجي وقت أنه تكون التناجح ممكن أنه يكون أكو فالتعثر في محطة أولى
لكن هو هذا التعثر هو اولا مقدمه للنجاح، يجب انه تجتهد وتعمل اكثر في سبيل انه تقدر تحقق. زين، الموضوع الاخر الانديه يمكن باجتماع، شو اللي صار بالاجتماع؟ هو اجتماع حقيقي. هم قمره وربيع صايره بالاجتماع؟ لا لا مو قمره وربيع، بالعكس هو يعني ما اقول لك صايره فجي يقولوا لي لا ما لا لا هي مو لا مو يمك الموضوع. اعرف اعرف ابو بس اللي الانديه طالبه صدق بحقوق النقل التلفزيون باقي 10 مليون دولار الموسم الماضي، وقايلين للاتحاد بانه ما راح نلعب الموسم القادم لا لا. الموسم الجديد اذا ما دفعونا لا ابدا ولا كنت طرح. نعم قد يكون هناك تساؤل. اول شيء والاعتراض على ال 150 مليون والاعتراض على هسه سولف لي كل التفاصيل كل التفاصيل. اول شيء كل لابد ان نؤمن انه الانديه هي الاساس في كل ما يعمله الاتحاد، ولا يمكن ان يفكر الاتحاد في ان تكون الانديه في موضع الخصم. زين، لانه لا يمكن الاتحاد ان ينجح بدون الأندية، وهو يعني الشراكة اللي تحكم الاثنين هي شراكة عمل وشراكة مبنية على أسس مهنية عالية المستوى. بالتأكيد واحد يعني في مركب واحد اثنيناتهم، ما يمكن واحد يتخلى عن واحد أبدا. لابد أن نتحرك ونتكلم وفق هذا المعنى، أي معنى آخر وفق هذا يكون هو سجال. كل الآراء طرحت في، أنا كنت موجود في كل الآراء اللي طرحت في في مؤتمر دوري أندية النجوم ومؤتمر اليوم أندية الدوري الممتاز، غايتها الأساسية هو تعضيد الطريق. الكلمة الأولى اللي بدأوا بها كل الممثلين هم الآن يسمعوني الآن، كل يعني ممثلي أندية النجوم، أنه تقدموا بالشكر الكبير لاتحاد الكرة على السعي. شكروا اتحاد الكرة؟ أكيد طبعا. أسألي جاي أحكي لك، أحكي لك على لا 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 نعرف يعني أحكي لك بالمباشر يعني ما أحكي لك الآن. خلي الجمهور يسمع يعني. خلي الجمهور يسمع. قدموا وشكرهم، قدموا وشكرهم الكبير لاتحاد الكرة على سعيه لتطوير منظومة الكرة العراقية وتطوير الدوري، وسعيه لأنه جلب كل الأشياء اللي ممكن تخدم كرة القدم العراقية. قد يكون لديه استفسار موضوعة النقل التلفزيوني، موضوعة الاشتراك الموسم المقبل، لكنه هذه الأشياء اللي أقرها اتحاد الكرة لم تكن بدعة ولم تأتي لمجرد أهواء. يعني أنا من أخلي أنه أنا ليش بطيتني يا بحقوق النقل التلفزيوني؟ نعم يا بتعال ليش بطيت النقل التلفزيوني؟ السيد المستشار المالي السيد كامل عداي كان موجود في الاجتماع ولم تسنح له الفرصة، لكنه الكابتن عدنان درجال حكى لهم كل التفاصيل. إحنا الآن أكو ميزانية الاتحاد خاوية، قال لهم ما عندنا سفر. لا لا مو لا مو بهذا المعنى، مو بهذا المعنى. هم سئلوا على موضوعة المال ليش ما الموسم المقبل. احنا الان يعني شو تصور هو ميزانيه الاتحاد 4 الى 5 مليار اصلا. مثل جبالي هسه بالوجه مرايه وبالقفص اللاحق. من وين؟ مثل يجي جبالي. ايه عادي عادي. ف ابو مريم يعني اجهزه الفار اللي دخلت المنظومه الان بالدور الموسم الماضي هاي ما هي رادها فلوس مثلا؟ الحكام الأجانب اللي جوا حكموا المباريات الصعبة والساخنة كانت وكانت مفترق طرق في كثير من المناسبات، يعني ما يحكم هالمال؟ يعني هذا الفار تدري ايش قد احنا الاتحاد صارف عليه؟ أجهزة الفار، والآن الفار عفوا راح تيجي أيضا عندنا يعني سيارتين مقبلة يعني راح يجني، راح يصير عندك 10 أجهزة كاملة في كل المباريات، يعني مو مثل الموسم الماضي. زين هاي ما يحتاج لها اموال، كيف يتم تمويل هذه المواضيع؟ يعني من مواضيع ميزانيه الاتحاد اللي 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 ما تسد عمل المنتخبات؟ لا عمل المنتخبات عندك وطني وعندك شباب وعندك ناشئين وعندك اشبال، شلون هذا انت ممكن تمولهن وشلون ممكن تطور منظومه الدوري؟ هذا العمل يعني انت بني يصير عندك هسه الموسم المقبل ما عندك الكثير من الالتزامات المالية خاصة في موضوعة الفار والهذا، ممكن أنت ليش سويت الاشتراك؟ ليش سويت الاشتراك؟ واللي يقول لك أنه الأندية أبدت اعتراضها على موضوعة الاشتراك بشكل سافر بشكل جاي سألك. لا لا أبو مريم يعني وحكمة أنه عدم إعطاء المبلغ قل له لا أنت واهم أبدا لم يحدث هذا الشيء. طرحوا قالوا ندفع؟ طبعا يدفع، ليش ما يدفعون؟ و50 مليون همينه ما تسجل لاعبين؟ طلعوا بعض الرؤساء الانديه انا شفت قالوا اللي طرحوا اللي حكوا نعم ما عندهم فلوس، ما عندهم فلوس. قالوا احنا هذا المبلغ ممكن ان يقسط، هذا المبلغ ممكن ان يسدد من مبلغ النقل التلفزيوني المقبل، لا يمكن ان مثلا الان نطيب البدايه وينتهي. اذا هو ماكو رفض للموضوع، اكو قبول لكنه
ممكن ان يسدد بشكل اخر. هو اساسا ال 150 اللي جاي ياخذوه، 50 مال تسجيل اللاعبين، 25 لاعب. لا لا، تسجيل لاعب يختلف. اي مليون على كل لاعب. لا اللاعب يدفع هذا. اللاعب يدفع؟ اللاعب يدفع، ما له علاقه بالنادي. ما له علاقه. لا لا ما له علاقه. اي هسه يعني خلينا نقول انت من كل نادي راح يجيك 200 مليون. لا 150. اي نعم هذا مجايز البطل، انت سويته 3 مليار. اي 3 مليار. 3 مليار جايز الفريق الاول، انت الان احنا من زمن 3 مليار؟ طبعا. من زمن الله يرحمه رئيس الجمهورية جلال الطلباني في مرة واحدة يمكن أو مرتين كان هناك جوائز للفريق البطل، من زمن جلال الطلباني إلى الآن ماكو جائزة للفريق البطل. كنا نعرف هذا الموضوع، لكنه الآن أنت من تقر وفق هذا الآن المبلغ المقر من الأندية تعطي للفريق الفائز، أنت حتى أعطيت قيمة للدوري، قيمة تسويقية وفق السبونسرات اللي جاي. يعني يبقى اذا ماكو دوري، دور نجوم العراق. لا نجوم العراق يبقى طبعا. اكو مو اكو نية للتغيير؟ لا مو اكو نية، هذا يعني يعتمد على الشغل التسويقي للموضوع. اذا من الاتحاد طبعا زين. زين هذا الموضوع هو جدا مهم. هسه اللي اعترض يمكن انت من سمعت، ماني سمعت، طلعوا وياي انا شفت بعض رؤساء الانديه طلعوا يمكن بعد الاجتماع الاخير اللي في نادي الكرخ. نعم. طلعوا قالوا احنا ما نمتلك اموال، احنا على بالضبط 150. يعني 150 قال واحد من رؤساء الانديه قال اجيب بيها لاعب. اي بالضبط، لاعبين اثنين. هو هذا صار، هو انه هاي التصريحات ابو طيبه. نعم. لما تكون امام رئيس الاتحاد شكل وتكون بالاعلام شكل، ممكن لا هم لا لا هو ابو قرار. هو شنو اللي قال؟ هم قالوا احنا ما عندنا الان بالمبلغ الحالي ما عندنا نسدد، ممكن ان يتم تقسيطه على دفعات، وممكن ان يتم استقطاعه عن طريق النقل التلفزيوني، وهذا وارد بشكل طبيعي. حتى يعني السيد رئيس الاتحاد شلون ما تريده راح تندفع. لا لا تسجيل اللاعبين يعني تاخذ من الادارات الانديه. لا لا لا، تسجيل اللاعبين ياخذ من اللاعب حصرا. زين يعني يجي لاعب يدفع مليونين؟ لا هو ما اعرف اليه التسجيل، ما ادري اعرف شلون التسجيل، لكنه لا يمكن. زين اكو لاعب هو عقده مليون، اكو لاعب 500 600 ايضا تم طرح هذا الموضوع. لا تتصور انه اكو اشياء انا وياك نحكيها وكابتن حيدر لا لم يتم طرحها، او هي خافيه عن ذهنيه يعني اللوائح، سواء المسابقات او اللوائح الاخرى، كل المواضيع. يعني انه حتى الاخوه طلبوا انه في قد تكون هناك يعني نسبه في هذا الموضوع، لكنه لا اعتقد انه اكو لاعب الان في الدور الممتاز او في دور نجوم العراق يعني عقده مليون. لا هو كان المفروض هذا ادارات الانديه تتكفل. والله ابو طيب. لا لا ماكو ما والله اكو كابتن رواتب مليون. ولا مريم اليوم الدور الممتاز اليوم يعني ابرز ما طرحوه انه اللاعبين الدور الممتاز عقودهم اصبحت عاليه جدا نتيجه يعني التمويل الحكومي للانديه الدور الممتاز. زين مدرب الرديف، هذا الموضوع يعني يلعب بدور الممتاز عقده 6 و7، يلعب بدور النجوم راتبه مليون. مدرب الرديف اي، مدرب الشباب اي لازم يكون طبعا. مو بس هذا، مو بس هذا الموضوع. لا شوف حتى نكون بالصوره والجمهور ايضا يكون بالصوره، انه لائحه المسابقات الزمت دور نجوم العراق بان الزمت تشارك انديتها باربع دوريات للفئات العمريه الزام. طبعا شوف احنا العام كان ايش عندنا؟ العام كان عندنا 3 مسابقات، شباب ناشئين، شباب ناشئين وشباب. الان صارت قد عندك؟ 4 رديف. صارت عندك 5، لا 21 19 17 15 وتحت ال 12. هاي ليش صارت عندنا الان هسه؟ لانه حسب المعايير، لا هذا الاخير غير ملزم به، بس حسب معايير الاتحاد الاسيوي والفيفا في كل سنه هناك كاس عالم للشباب والناشئين والاشبال، فانت على مود تواكب هذا لازم تكون عندك دوريات. انت شلون ما تصير عندك دوريات؟ فهذا 4 بالنسبه لدور النجوم من 5 الزامي، بالنسبه لدور المحترفين 3 من 4 الزامي وفق نفس المعايير المطلوبه. انت من تصير عندك هاي العام الفئات العمريه ابو طيبه نفس الدور المحترفين، يعني دور عام ابد، دور عام ولا يوجد مثل دور الموسم كله ذهاب واياب، كله ذهاب واياب، ذهاب واياب، ذهاب واياب. وللفرق مش لانه الزام العام من صار عندك ميكس بين الممتاز وال اي مو انت مو انت الفئات العمريه حتى ملاعب ما عندهم يا ابو طيب، فملاعب الفئات العمريه ما عندهم، الزمتوهم يعني ملاعب خاصه وين؟ يعني ملاعب الفريق الاول ما عنده ملعب يعني بالاتحاد؟ لا هذا يعني هو موضوع عندي، قلت لك هذا تطوير الكره العراقيه لابد ان يكون بهذا، مع العلم ذكرتني بهذا، يعني موضوع احنا الان هسه حصلنا على موافقه اتحاد الكره، حصلنا على موافقه
رئاسة الوزراء بتخصيص مبلغ يعني 100 دونم للاتحاد العراقي من أجل إنشاء مراكز تدريبية وملاعب تدريب في بغداد. 100 دونم حصلت الموافقة رسمية وكتاب رسمي موجود الآن في الاتحاد وتم عرضه. رستمية راح تصير. ما أعرف وين هذا وتم عرضه على حتى يعني ممثلي أندية في الدوري الممتاز. يعني متحصل هذا الموضوع إذا أكو هناك عمل، أكو هناك شغل، أكو هناك تفاصيل مهمة جداً. إنشاء 3 مراكز تدريبية في كل المحافظات اللي الموجودة الآن، راح يصير عندنا مركز في بغداد ومركز في أربيل ومركز في البصرة، هذا كمراكز أولية في المحافظات، وبالتالي راح تكون عندك في كل المحافظات مركز تدريبي خاص بالاتحاد المحافظات. زين. أتصور هناك دعم كبير من الأخوة المحافظين من أجل إتمام هذا الموضوع. زين كابتن، بعض المحافظين أبو طيبة مزاجاته مختلفة، مو إحنا نعرف بهذا الموضوع، يوم عجبه الموضوع لا عجبه الإدارية عجبه، لكن هذا يجب أنه يخصص من قبل الاتحاد أنه مبلغ مالي ينزل في حساب النادي، مو صح لو لا مكرر. مو هذا الموضوع هو موضوع دولة، لا يمكن الاتحاد بضبط. صح. بس صح. هو يعني القرار اللي صدر من مجلس الوزراء فيما يخص أندية دور النجوم العراق والدور الممتاز كان واضح أنه 4-3. نعم قد يكون هناك إرباك، قد يكون هناك مزاجيات من قبل المحافظ، قد تكون هناك أندية كثيرة في محافظة واحدة. يعني مثلا أنا أقول لك في محافظة الرمادي عندك 3 أندية، والبصرة والبصرة أيضا في الدور الممتاز مثلا يعطوك 12 مليار، أكو صعوبة بالموضوع. لكن هو يرى العقوبات رادعة للفئات العمرية، لفرق الفئات العمرية في حالة عدم حضورها ممكن أنه تفشل الدوري. يا أبو طيبة تشطب من الفريق الأول، هو هذا مثل ما كان سابقا يعني أكيد. ايش طب من الفريق الاول واحد شيء واحد يوم تعبناه اليوم اعطيك سالنا اليوم كابتن حيدر، شكرا جزيلا لك. رفيق الله يسلمك وشكرا لك، وما سعف لي الوقت اسالك على اللائحه الاعلاميه بعد الجديده، المصورين المراسلين اكيد اكو اليه جديده راح تكون، بس خلوها هم الانديه. لا لا لا، مسؤوليه الاتحاد، مسؤوليه الاتحاد مركزي والاتحاد الفرعي. الاتحاد الفرعي. طيب شكرا لك استاذ حسين، وشكرا لكم مشاهدينا، نلتقيكم الاحد القادم. عطله سعيده. الى اللقاء.